الثعلب والذئب. في يوم من الأيام الأساطير القديمة عن كليلة ودمنة يقول الأسد تمرض زاروا الحيوانات، بعدين كان الذئب جالس جنبه، قال له يا ملك الغاب الحيوانات كلها زارتك، بقى واحد ما جاك، تقدر تعرفه منه؟ فالتفت الأسد قال له أنا لسه مريض، شوف لي أنت منه ما جاي. قال له الثعلب. انتبه الأسد، دز دورية ورا الثعلب جابوه، وقف ماثل أمام الأسد، قال لي ليش ما جيت لزيارتي؟ هو من دخل للعرين شاف الذئب جالس جنب الأسد، عرف القصة شنو. قال له والله يا حضرة ملك الغاب أنا جيتك على مود جبت لك دوة، تأخرت وإلا أنا يعني أول واحد أكون سباق لزيارتك، ولكن كنت أدور على دواء ورحت إلى طبيب وقال لي، قال لي هذا الأسد إذا مرض بهذا الكيفية فالدواء ما لعدي موجود. قال له زين شنو الدواء؟ الأسد قال للثعلب شنو الدواء؟ قال له الدواء يقول أكو خرزة برجل الذيب لازم يأكلها. فالتفت على الذيب قال له صعد رجلك يا أبو فلان، فصعد رجله أكلها الأسد. من طلع الذيب والثعلب والحيوانات، الذيب قال له الثعلب ليش عملت هذا العمل؟ قال له حتى علمك من تقعد يم الكبار ومن تقعد يم الملوك تحفظ لسانك وتحفظ أدبك، حتى من تسوي عمل لا يكون مردود عليك سلبي. ولا نباشر بالقصيدة، أنا كتاب الأمثال تنتفع من تقراني، أنا كتاب الأمثال تنتفع من تقراني، بكل مجلس بكل ديوان بكل مكتبة تلقاني، اتصفح بصفحاتي وتمعن وانظر، مرصع درر مو أحرف على الأسطر، اتصفح بصفحاتي وتمعن وانظر، مرصع درر مو أحرف على الأسطر، يقيمني بس اللي يعرف أثمان الدر، ولا تعتب على الفحام لو ما عرف أثماني. أنا الكتاب وقلبي كنز الآمال، أحوي التجارب والحكم والأمثال، لو رحت راح أترك درر للأجيال، كعبة قوافي وكل جيل يتبرك بديواني، أملك صور جذابة مو بالتلوين، أعتمد على المحتوى وحسن التدوين، دونك تصفح وقرأ صفحة 80 قصة أسد بيها تشوف أروع مثل عرفاني، لو ضاعت الصحة فلا تتعوض، لو ضاعت الصحة فلا تتعوض، والأسد يوم من الأيام تمرض نام بعرينه وبعد ما بينهض، ينازع على فراش الموت يقول المرض أضناني، انجمعت الحيوانات كلهن يمه بحال الأسد متهيبة ومهتمة، والذيب وجه للأسد هتشلمة، ناداه شوف الوفاد القاصي حضر ولداني، ناداه شوف الوفاد القاصي حضر ولداني، حضرت بني الحيوان وتعنت ليك، تسبح وتدعو من الإله شافيك، الغابة كلها عارفة وتدرش بيك، بس واحد لعنك غاب بشك يا أسد خلاني، كلها اجت ظل بعد بس الثعلب، شنه السبب ما حضار ليش تغيب؟ بالثعلب احتار الأسد وتعجب، قال له صدق هاي شلون ليش اش عجب ما جاني، كلها اجت ظل بعد بس الثعلب، شنه السبب ما حضر ليش تغيب؟ بالثعلب احتار الأسد وتعجب، قال له صدق هاي شلون ليش اش عجب ما جاني، دورية أرسل قال جيبوا الماكر، ما يفيده مهما يحترس ويحاذر، جابوه ناداه اش عجب ما حاضر، أنا مرضت وانت شلون ما تجي وتتعناني. الثعلب يعاين شاهد الذيب يلوب، الثعلب يعاين شاهد الذيب يلوب، وشاف النفاق بوجهه أصبح مكتوب، رد التفت للأسد ناداه النوب، سامحني يا أبو الأشبال يا أغلى كل خلاني، مشافة ومعافة يا الأسد يا ريتك
كنت أنا أدور لك دو وما جيتك. مشافه ومعافه يا الأسد يا ريتك، كنت أنا أدور لك دو وما جيتك. وهالساع أنا بدي وتعنيتك، زرت الطبيب اللي يشفيك وللمرض وصف انطاني. قال الطبيب الأسد ما ظن يطيب إلا إذا ياكل قدم رجل الذيب. قال الطبيب الأسد ما ظن يطيب إلا إذا ياكل قدم رجل الذيب، والذيب يمك وانت شوف الترتيب، هذا الدول بيه شفاك، عليه من تظل تعاني. مد الأسد إيده على رجل السرحان، ناداه يا المالك وفا ويا الخلان، ناولني رجلك بالعجل يا أبو فلان، رجلك شفا وبيها دوايش، ناطر بعد شم تاني. بسرعة التهمها وانسدح ملك الغاب، ضيوفة طلعت كلها لكان يم الباب، اتوجه على الثعلب من الذيب اعتاب، ليش عملت هاي وياي، هل من جناية جانين؟ هاك اسمع اش جاوب واش قال الثعلب، من تقعد بمجلس ملوك تأدب، ومن تحكي حكيك خلي يصير مرتب، احكي بعقل شوف شلون انا العقل نجاني. هاك اسمع اش جاوب اش قال الثعلب، من تقعد بمجلس ملوك تأدب، ومن تحكي حكيك خلي يصير مرتب، احكي بعقل شوف شلون انا العقل نجاني. حيوان هذا الثعلب ومو إنسان، ما كان يقبل يستغيب السرحان، وإحنا بشر غيبة ونميمة وبهتان وبوق وكذب، واحد صار يأكل بلحم الثاني. دنيانا صارت مثل قانون الغاب، حكم القوي اللي يحكم بمخلب ونياب، الظاهر بشر لكن بواطنها ذياب، حيف انتمت بعض الناس للعالم الإنساني. الحيوان أطهر وأشرف وما ينقاس باللي يستغيب ويأكل بلحم الناس، الحيوان أطهر وأشرف وما ينقاس باللي يستغيب ويأكل بلحم الناس، أزمة ضمير أزمة شعور وإحساس، وين الوفي اللي يملك طيب، ما حد نده هذاني. اسلام احنا وعدنا اشرف مسلك، احسين السفينة واحنا بين تمسك، والماركب هاي السفينة يهلك، اشقد هو عمر الانسان اول وتالي فاني. وبالخاتمة ندعو الاله المعبود يحسن عواقبنا بحق هالمولود، او يجعلنا من جند الامام الموعود، او يحفظنا رب الاكوان ويرعاكم، او يرعاني انا كتاب الامثال تنتفع من تقراني، انا كتاب الامثال تنتفع من تقراني، بكل مجلس بكل ديوان بكل مكتبة تلقاني، بكل مجلس بكل ديوان بكل مكتبة تلقاني. E audio.